بسم الله الرحمن الرحيم. محمد البيض، تعاونية الموروث الأصيل، المهنة تسياخت وتزنيديت، تسياخت اللي كتشمل من الخاتم للخميسة للدليل الخنجر للمكحلة. اليوم كنتحدثوا على المكحلة. المراحل ديال المكحلة كتبدأ من تزنيديت، اللي تزنيديت كتبدأ من تحدات، يعني الحديد اللي كاين في المكحلة، الزناد والجعبة والحاضي، اللي كدوز لطنجره اللي هو السرير. السرير هادو هما المكونات ديال المكحله اللي كتبدا بها عند الزنيدي، اللي كتجي عندنا حنا التزيين. يعني الراجل كيشري المكحله ما كيبغيش يخليها في هذاك اللون كحل، بحال مثلا هاد المكحله هكذا كتجينا حنا المكحله، كيبي يزوقها بالنقره او النحاس وكيدير ليها شي رشيشات ديال الذهب ولا شي حاجه. حنا كتبدا التزيين ديالنا من المقبض للربطه للخاتم، كنزينوا المكحله من الراس حتى للراس، او ربطه وخاتم، كنسميوها الربطه والخاتم. المراحل اللي كدوز منها هذا الربطه، كتشرى الماده الخام اما معدن اما نقره اما نحاس، كتذوب معدن مثلا ولينا كنلقاوه مجبد دايب ورقه، النقره كنشروها وكندوها كندوبوها وكنجبدوها في واحد الماكينه، اللي كنجو كنقطعوا الموديل ديال المقبض وكنقطعوا الموديل ديال الربطه، اللي ذاك الزبون ولا ذاك الفارس كيطلب منك باش النقش اللي بغى يدير فيها. كيقول لك مثلا بغيت نقش خابوسي، او لا بغيت نقش شناني، او لا بغيت نقش صويري، يعني النوع ديال داك النقش اللي باغي هو، او لا كيكون عنده شي مرجع ديال شي مكحله مصوبينها الاجداد ديالنا والناس صناع القدام ديالنا، لان هاد الصنعه راه موروثه تلقيناها احنا الناس، جيل كيعلمها الجيل. كيجيب لك واحد المكحله مثلا مصوبه في الخابوس، ولا مصوبه في ولاد الشنان، ولا مصوبه عند اليهود المغاربه اللي كانوا في المغرب، حتى هما كانوا كيصوبوا هذا الشيء، وتيقول لك بغيت خو هذا النقش، كيجيب لك صوره ولا كيجيبها لك يانيت، وكنخدموا ليه داك الشيء اللي با الخاطر ديالو. هاد الصنعه ما رجعنا للتزيين ديال المكحله حتى لتقريبا التسعينات، من 83 وانا 83 وحنا خدامين مع الوالد، والوالد ديالي كيدير فارس، الحاج مبارك البيض، كيدير باردي، كيمشي للمواسم وكيجيب مكحل عند الناس، كيقول هذا الراجل دير لي هذه المكحله وكذا وكذا. تما فين نرجع الحب ديالنا لهاد الصنعه وتعلمها، تعلمناها تقريبا على شكل عائله. خوتي كاملين، كاين المعلم حسن، كاين المعلم نور الدين، كاين المعلم خالد، كاين المعلم عبد الصمد، كل شيء هادو تبارك الله صناعيه اولاد المعلم مبارك البيض اللي هو صانع وفي نفس الوقت مقدم وباردي. هذا هو الحب ديالي لهاد الصنعه. دابا اغلى مكحله، كاينه المكحله اللي تباعت تقريبا بثلاثه المليون، كاينه المكحله اللي تباعت بثلاثه ونص، كاينه اللي تباعت بجوج ونص، ولكن راه الماد هذا القيمه ديالها هذاك الراجل كيشري لك مثلا 900 غرام ديال النقره، يقول لك بيت المكحله فيها 900 غرام ديال النقره، بيت فيها واحد 50 غرام ديال الذهب. دابا كاين واحد العشاق تيقولوا لي عبد الرحمن العبدي الله يطول في العمر ديالو، من الناس العشاقه اللي خدموا اغلى المكاحل، يعني تقريبا في المغرب. واحد السيد كيقول لي ولد عريبات الله يوليه برحمه الله، هادو ناس كان كيشري المكحله غاليه، هو كيشريها غاليه جوده عاليه، وكيجيبها لك وكيقول لك دير لي فيها كيلو ديال النقره، وبيت ندير فيها 60 غرام ديال الذهب. يعني دابا القيمه ديال 60 غرام ديال الذهب اليوم، راه الذهب داير 10000 ريال الغرام، 10500 الغرام، فهمتيني؟ وكيقول لك اودي بيت هاد المكحله باش دير ليا، كيدير ليها رياض العاج، كيدير ليها مسائل، هذا داكشي باش كتكون واحد الجوده، دابا باش كتكون هذيك المكحله وصلت لواحد القيمه غاليه، كيصرف عليها هذاك السيد. هذا هو من اجود الفرسان اللي دوزوا اغلى المكاحل في المغرب، هو عبد الرحمن مهيدرات الملقب بالعبدي، يعني واحد السيد ساكن في الرباط هو اللي كان كيصوب عندنا اغلى المكاحل، وباع اغلى المكاحل بالثمن، عنده واحد المكحله تعطوه فيها 12 مليون وباقي محافظ عليها الى يومنا هذا.
الى يومنا هذا انا ديك الساعه كنا درنا فيها شي 65 غرام ديال الذهب، وعندو سيف حتى هو فيه 65 غرام ديال الذهب. هذا الراجل من الناس اللي كان كيصرف على المكحله داكشي باش المكحله غاليه. المشكل انا كنقول لك هاد المشكل دابا اللي كاين في هذاك الشيء ديال التفرقيع ديال المكحل ولا المكحله، انا اول حاجه كنحملها الفارس. هاد الفارس اللي بيركب فوق العود بحال مثلا واحد السائق ديال السياره، ما كنعطوه السياره حتى كيكون رجل عارف الكود، عارف يسوق، عارف كل شيء. دابا كنوض المكسيد ما تيعرفش بعدا القيمه ديال المكحله، كينوض كيقدر ما يقرش وكيقول المقدم راني قارس ما عرفش مكحلته واش خرجت ولا ما خرجت، كيزيدها عماره كتفرقع. النقطه الثانيه كينوضوا كيعمروا بهاد المدوكه اللي ولاو دروكا. المكحله راه من نهار خرجت فيها القتيب ديال السته، المدك ديالها، المدك القتيب ديال السته. دابا عادوا كيديروا مدك موحد ديال 12 وكيعمروا المكحله بواحد الجهاله، واحد شاد واحد كيدك. هذا غلط كبير. المعلم انا كنلومه وكنقول له رجل ما مزيان، هو المعلم اللي كيدير الجعبه الملقمه، هذاك عيب عليه بالنسبه يعطي هذيك المكحله للفارس، لان الجعبه الملقمه او الجعبه المضوبله هي اللي كدير لنا المشاكل. اما الا تشرات جعبه ديال التور ودازت في التور وتقادت وتصوبت ولقات المعلم سبيسيال التقني اللي كيتقنها، راه ما عمر حتى حادثه تكون. وإلا كنا كنشوروا على روسنا، يعني كنديروا 6 د الصباع 7 د الصباع وكندكوهم بالقياس وكنشوفوا واش البارود وصل للبزبوز ولا ما وصلوش. كيكونوا هاد الناس عندهم هاد التقنيات، كيكون بعدا الفارس قبل العمار وكيكون الفارس قبل المقدم. حنا دروكا كنحملوا المساله للمقدم ولا العمار ولا المعلم، ولكن رخص هذا الفارس اللي بيركب معاك يكون داز من المراحل ديال تاع عمارت، يكون داز من المراحل ديال الكودان، يكون داز من المراحل بحال مثلا الدراسه الابتدائي الثانوي، هذا اللي كيصبح السيد فارس. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.